انت عملتها 9 مستشار شغالين في مصر ليهم محل ارقام معروفه وما ينفعش ان هم يهربوا لان هم ما ارتكبوش حاجه عشان يهربوا منها. ساعه المستشار في متهمه ثالثه قام بيها المبلغ ساعه المستشار واسمها ورث الاوراق ساعه المستشار وهي هيفاء محمد وهبي ساعه المستشار ومع ذلك النيابه العامه ما نزلتهاش متهمه معاهم. اوضح بس طيب بعد اذنك عشان بس اوضح انا فاهم احنا بس جميل انا بس بوضح النيابه العامه ساعه المستشار نسخت صوره الاوراق للمتهمه فدي ممكن تهرب لانها هي مش في مصر اما دول دي اقامتهم في مصر واهليتهم في مصر واولادهم في مصر وعايشين في مصر هيهربوا يروحوا فين من مصر؟ احمد رفيق احمد